يستقيل، وثمانية وزراء وأحد عشر محافظا في مرمى التغيير، وأنباء عن إسناد حقيبة نائب رئيس الوزراء لوزير التنمية المحلية. محكمة استئناف القاهرة تنظر الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك اليوم. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإلغاء توصيل المرافق للعشوائيات خلال أيام. القبض على شبكة تجسس لصالح إسرائيل بسيناء تضم 9 مصريين وفلسطينيين. القضاة يصعدون ضد خفض سن التقاعد، ومؤتمر صحفي عالمي اليوم لتوضيح موقفهم. أخبار كتير وتفاصيل أكتر هنتعرف عليها من خلال لقائنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ عصام زكريا. صباح الخير أستاذ عصام. صباح النور. إيه الأخبار؟ أخبار صعبة. أكثرهم صعوبة بالنسبة لك؟ في الحقيقة المسبحة طبعا اللي بتدبر للقضاء دي هي أصعب حاجة. يعني يتبقى أخبار صغيرة سيئة كتير، زي الحادث بتاع الطريق الدائري، زي يعني حوادث كتيرة صغيرة وتفاصيل صغيرة كتير. ايه حادث طريق دائري؟ امبارح الفجر كده على الساعة 2 في عربيات اتخبطت في بعض، ست بيقولوا 26 عربية يعني. وفي ناس ماتت. عربية نقل داس يعني ركبت فوق البيجو 8 راكب توفوا كلهم، وبعدين جت عربيات تانية خبطت العربيات اللي كانت مخبوطة. ومأساة الحقيقة يعني. الطريق الدائري واقف أصلا النهاردة لغاية دلوقتي يعني طبعا. لكن تظل الكارثة الكبرى هي يعني ما يفعله الإخوان في القضاء. محاولات يعني سيطرة على القضاء ومؤسسة تدمير القضاء. مؤسسة يعني تدمير دولة القانون ده ممكن يودي بمصر كلها يعني الحقيقة. وطبعا الأمور بدأت مع مظاهرات تطهير القضاء يوم الجمعة اللي فات، واللي كانت أمام المجلس الأعلى للقضاء، وتطورت طبعا إلى يعني اشتباكات عنيفة أصيب خلالها حوالي 105 من المواطنين، وتم القبض على آخرين، تم إخلاء سبيل البعض، وتم حبس البعض الآخر حوالي 39 على ذمة التحقيقات. ولكن المطالبات خلال هذه الجمعة كانت بتطهير القضاء وإقالة وزير العدل، ووزير العدل أخيرا قرر الاستقالة، والمصري اليوم بتصف استقالته بأنها قفز من مركب مرسي، والرئيس يحاول التهدئة مع القضاء. وزير العدل يستقيل ويؤكد لممدوح شاهين: جماعة الأخوان ستدمر القضاء. والسفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء يقول: مكي مستمر لحين تجهيز البديل. ومصدر يؤكد: طلعت عبد الله لن يخلفه. تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل باستقالته من منصبه في تداعيات هي الأحدث لمظاهرات تطهير القضاء، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لمصر اليوم أن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية كان قد التقى أمس بالمستشار مكي وطلب منه الاستمرار في موقعه، إلا أنه مكي بحسب المصادر الخاصة بمصر اليوم أصر على الاستقالة قائلا أن جماعة الأخوان ستدمر القضاء بخفض سن التقاعد. الوطن: مكي مصر مقبلة على مذبحة قضاء جديدة، ولا أريد أن أكون شاهدا عليها أو تحمل وزرها. عجزت عن تصد الاتهامات عن القضاء وسأعود للدفاع عن استقلاله مرة أخرى. هذا ما قاله المستشار أحمد مكي عقب تقدمه باستقالته من منصبه، وقال أن السبب الرئيسي هو المظاهرات التي خرجت من قبل التيار الإسلامي وجماعة الأخوان المسلمين ومحاصرة دار القضاء العالي. وأضاف في تصريحات للوطن: شعرت بالإهانة بعد مطالبة بعض المتظاهرين بإقالتي، خاصة وأنني لا أرغب في المنصب، مشيرا إلى أنه كان قد أبلغ السيد الرئيس ورئيس الوزراء باستقالتي، وحاول رئيس الوزراء إثنائه عن هذه الاستقالة. وتابع: قلت الرئيس الوزراء القضاء هو حصن مصر، وما يحدث أمام دار القضاء هدم لهذا الحصن، وأنا أتخلى عن منصبي لأنني عجزت عن أن أصد الاتهامات
اتهامات عن القضاء، وقال أدرك أن مصر مقبلة على مذبحة جديدة للقضاء بسبب مشروع خفض سن تقاعد القضاء، ولذلك لا أريد أن أكون شاهدا على هذه المذبحة. طيب يعني إذن سيد المستشار أحمد مكي لا يريد أن يكون شاهدا على هذه المذبحة، وسيعود إلى منصة القضاء وإلى وضعه كقاضي ومستشار ليدافع عن القضاء والقضاء، من أي جبهة تعتقد؟ يعني هو الحقيقة نص الاستقالة والتصريح غريب شوية، أنه السبب أو أحد أسباب الاستقالة أنه الجماعات المتظاهرين يوم الجمعة اللي فاتت طلبت باستقالته، فده تسبب غضب عنده وقراره يعني يعني شخصي حقيقة. هل هو نص الاستقالة كتب فيه ما معناه أنه معارضوك طالبوني بالاستقالة، مؤيدوك يطالبون أو طالبوك بإقالتي، وهكذا يعني تم التوافق والاتفاق وبالتالي أستقيل. يعني وكأن كل اللي بيحصل للقضاء كان ممكن السكوت عليه إلا أنهم يعني يطالبوا باستقالته. يعني ما علينا من التفصيلة دي، ان هو يعني غريب شوية رد الفعل ده، يعني لانه هو المفروض انه وزير العدل والمفروض انه يعني قضى حياته كلها في القضاء، واهانة اي قاضي كان المفروض انها تمسه، مش بس اهانته هو شخصيا او المطالبة باستقالته هو شخصيا، المفروض انه اي اهانة من اللي حصلت للقضاء على مدار الاسابيع والشهور اللي فاتت كان المفروض انها يعني تثير غضبه بنفس الدرجة. لكن يعني في النهاية هذه الاستقالة بتكشف مدى التخبط والارتباك اللي موجود داخل جماعة الإخوان المسلمين ويعني المؤيدين ليها، لأنه حتى الناس من أنصارهم وحتى الناس المتحالفة معهم عمالين يقفزوا من المركب، وفي الآخر مش هيتبقى غير يعني جماعة فقط هي اللي موجودة في هذا المركب، والحقيقة ده خطر جدا وأكبر خطورة على الإخوان المسلمين نفسهم اللي لم يبقى لهم حليف من أي جهة. وبعد حصار المجلس الأعلى للقضاء والمطالبة بتطهير القضاء والمطالبة بإقالة وزير العدل، الجماعة الإسلامية تدعو لمحاصرة منازل القضاء، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي باسمها بيقول مرسي منيم الشعب وحسسه أنه الدنيا تمام، وطالب المستمعين والحضور في مؤتمر شعبي إلى محاصرة منازل القضاء لدفعهم للاستقالة وتطهير القضاء. احنا معانا على التليفون السيد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل. صباح الخير سيادة المستشار. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. يعني تعددت الآراء حول هذا القرار، قرار السيد وزير العدل المستشار مكي بالاستقالة، ولكن أيضا تعددت الأسباب أو التوقعات بسبب هذه الاستقالة. عندنا مثلا في جريدة المصري اليوم صفحة 4 سيد عصام سلطان يؤكد أن هناك تهديدات خارجية وداخلية دفعت مكي للاستقالة بعدما يعني ما قدرش ينام ليال طويلة بعدما تلقى الكثير من التهديدات. إلى أي مدى هذه التصريحات صحيحة؟ يعني بالقطع هذا كلام فارغ وغير مقبول وغير لائق أن يقال، وغير لائق أن احنا حتى نردده، لأن ده عيب وطريقة في الحديث أو عيب. طبعا أنا لا أحمل حضرتك المسؤولية، ولكن أحمل من تحدث عن هذه الطريقة. وحضرتك تجدي أصداء الاستقالة بالأمس في اعقابها ان رموز كثيره من السلطه من مؤسسه الرئاسه ومن الحزب الحاكم ومن الاحزاب المؤيده لهم اساءت اساءات بالغه للمستشار احمد مكي مع الاسف الشديد. يعني ده امبارح كان بيتردد على كل المواقع الانترنت وفي التلفزيون، وحديث مثل الذي ذكرتيه حضرتك دلوقتي انه تلقى تهديدات. من في مصر يستطيع ان يهدد قاضي الا اذا كانت الدوله هي التي تهدده؟ يعني طيب ما يعني عندنا عصم عبد الماجد، عصم عبد الماجد يهدد القضاء ويطالب ايضا بمحاصره منازلهم، وكان قد تم تهديد ايضا قضاء بعد محاصره المحكمه. يعني هذا الكلام حدث بالامس.
ونحن نشكره بهو هو هذا الحزب احد الاحزاب التي كانت مؤيده للمظاهره التي خرجت يوم الجمعه تطالب بالمطالب التي ذكروها من ناحيه بالقول المنبوك اللي هو يتردد كل فتره منذ سنتين بتطهير القضاء. الكلام يا استاذه دينا اصبح متكرر واصبح شيء مزعج. طيب اذا بتنفي، ولكن اسمح لي سياده المستشار، يعني هو بعض التفاصيل حتى لو رايته حسب تصريحات حضرتك وحسب وصفك كلام فارغ بين قوسين، وطبعا حضرتك متحمل مسؤوليه هذا الوصف، ولكن ما تحدث عنه الاستاذ سلطان انه هذه التهديدات وجهت من قبل جهات غير معلومة لوزير العدل بعد إحالته للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق للجنة الصلاحية والتحقيق معه بشأن ما قال إنها أموال تلقاها خارج إطار القانون. أضاف أيضا إنه بسبب فتحه للتحقيقات في قضية سفر المتهمين الأمريكيين واللي تورط فيها المستشار عبد المعز إبراهيم فتلقى تهديدات من جهات خارجية حرمت على عينيه النوم وبالتالي قرر الاستقالة. حضرتك بتنفي كل هذه الأمور تماما؟ هذا الكلام لم يحدث بالكلية. طيب. هذا الكلام غير حقيقي بالكامل. طيب. هذا نعود الكلام إلى غير فكرة... صحيح ولا أساس له من الصحة. تمام. نعود إلى فكرة القضاء لا يهدد. هو هام، يعني أستأذنك خلينا نتكلم حتى فيما هو هام. هذا الكلام كلام إذا نتحدث فيما هو هام أو فيما هو أهم من وجهة نظرك. أيوة. القضاء لا يهددوا. البعض ممن يرون هذا الموقف الآن وهذا التهديد أو هذه المذبحة القادمة للقضاء وللقضاء المصريين شافوا مقدمتها إرهاصاتها بعد حصار المحكمة الدستورية، توجيه التهديد لبعض من قضاتها، وكما رأى أيضا السيد المستشار طارق البشري أنه يعني صيغة مواد خصيصا في الدستور للتخلص من أسماء بعينها داخل المحكمة الدستورية، ومن ثم من الطبيعي أن يتعرض القضاء لهذه الهجمة الآن. لا طبعا هو الواقع هقول لحضرتك، طبعا في قاعده فقهيه معروفه هي بتقول ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع او المصالح. هذا ابتداء. القضاء يمر بمحنه كبيره منذ عامين وليس منذ 10 شهور فقط. القضاء يمر بمحنه كبيره في اعقاب الثوره مع الاسف الشديد، في الوقت اللي احنا كنا نتصور ان مصر كلها ستلتف حول قضائها وقضاتها حفاظا على المؤسسه الوحيده الباقيه المدنيه للدوله، فوجئنا او انا ويمكن هذا الكلام ليس جديدا يعني، ولكن في خلال العامين مرينا باكثر من ازمه واشترك فيها جهات كثيره جدا، ولكن الازمات اللي طبعا اللي تعرض فيها القضاء خلال 10 شهور الاخيره منذ تولى رئاسه جمهوريه السيد الرئيس كانت اكثر شده، ولكن بقاء المستشار احمد مكي في وزاره العدل وبقاء الفريق العمل الذي شاركه طوال المده السابقه في وزاره العدل كان الاوان يعني ان يظهر السبب الحقيقي لذلك، وطبعا ده واضح ان بعد اللي انتم سمعتوه خلال العشر ايام الاخيره واضح جدا ان كان في شيء بيدبر للقضاء، وكانت هناك محاولات مستميته من المستشار احمد مكي وزير العدل وفريق عمله لطرد مثل هذا الامر ومحاولات ايقافه. الـ ما كان يدبر للقضاء واظن انه شيء كارثي وليس مجرد موضوع تعديل قانون. تمام. في رأيك سيادة المستشار يعني لماذا لم تقدر استقالة المستشار مكي الآن من منصبه كوزير للعدل في مصر بشكل كبير وبشكل إيجابي، بل على العكس جاءت الأمور كالتالي: قضاة يقولون أنها استقالة متوقعة قبل الإقالة، كان من المتوقع أن يكون هناك إقالة لأنه هناك عدم رضا عن أداء السيد المستشار مكي. في نفس الوقت نادي القضاء بيصف الاستقالة بأنها متأخرة، قيادات حزبية بتقول استقال بعد خراب ملطة. لماذا ترى هذه النظرة السلبية لاستقالة أو خبر استقالة المستشار مكي؟ استقالة المستشار أحمد مكي أول أمس أعتقد أنها جرس إنذار، حقيقتها هي جرس إنذار، هي إعلان لكل مواطن في البلد أنك يجب أن تفيق إلى أن هناك كارثة محتقة بالقضاء وأن هناك ما يدبر للقضاء. أما ولكن البعض يقول لماذا لم تكن الإفاقة من قبل، يعني لماذا جاءت متأخرة؟ لا هقول لحضرتك على حاجة، أنا ذكرت لك دلوقتي أن إحنا بقالنا 10 شهور بنحاول إيقاف كارثة حقيقية قادمة على القضاء، ولا ويمكن
لازلنا على موقفنا، واظن اننا في النهايه سنكون الرابحين، لان هذا هو الحق وهذه هي قضيه مصر ليست قضيه القضاء فقط. 10 شهور كنتوا بتحاولوا منع هذه المذبحه الكارثه. انا بتحدث عن دور قام به حقيقه المستشار احمد دكي. هذا الكلام يمكن لم نعلنه في وقته، وتحملنا كل الاتهامات التي وجهت اليه والينا كفريق عمل اتى معه الى وزاره العدل. إذ نحن يا أستاذة تينا أصحاب قضية لا نتحدث عنها اليوم فقط، نحن أصحاب قضية لنا 25 سنة على أقل تقدير بالنسبة لي أنا شخصيا، ولعل أستاذي المستشار أحمد بك له أكثر من هذا من عمره أفناه كله دفاعا عن استقلال القضاء. طب ما هي هذه الكارثة؟ دعيني أكمل أرجوك يعني لا يمكن في لحظة. لازلنا على موقفنا، ومواقفنا لم تتغير يا أستاذة، مواقفنا لم تتغير. نحن كنا ضد رفع سن التقاعد في ظل او الاستغلال السياسي لرفع سن التقاعد للقضاء من النظام السابق، ونحن الان ضد تخفيض سن التقاعد للقضاء او ضد الاستغلال السياسي لتخفيض سن التقاعد وتعريض القضاء في مصر لمحنه ضخمه جدا مثل التي ستاتي في الايام القادمه ولعلنا ننجح في ايقافها، ولكن لنا مواقف ثابته ولم تتغير. تمام. قبل كده كان استغلال سياسي. اسمح لي هنفهم بس الجزء ده من فضلك. ارجوكي لو سمحتي ارجوكي. يعني فيما يتعلق بخفض السن او رفع السن لم تكن واقفه مع القضاء اصلا، ثم اتوا في الايام الاخيره يتحدثوا عن استقلال القضاء. هؤلاء الذين تتحدثين عنهم او الذين يعيبون علينا او على المستشار احمد دكي ان لم نقفز من 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 قافله من مركب وزاره العدل في الشهور الماضيه، لم ليكن لهم سابقا دفاع عن القضاء المصري حينما تعرض لازمات شديده. اسمح لي سياده المستشار، لا ما نقدرش نقول ان كلهم، لان هناك من سجنوا وسحلوا دفاعا عن القضاء و رجال استقلال القضاء. انا احدثك عن القوى السياسيه او الاعلام، انا احدثك عن القضاء، اقصد القضاء. القضاء انا 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 احدثك عن القضاء. لهم لم يكن لهم موقف اصلا في يوم من الايام داعما لاستقلال القضاء او مناديا به او مطالبا به. وصلت الفكره لحضرتك في التلفزيون والصحف والانترنت، تستطيع ان تراجع مواقف الجميع. ولكن انا بالنسبه للقوى السياسيه والاعلام نشكر لهم موقفهم طول اعتقد ان قضيه استقلال القضاء لم تاخذ زخما وتصبح قضيه كل مواطن في مصر الا بوقوف الاعلام وبوقوف القوى السياسيه ومفكري هذا البلد واصحاب الراي فيه والعاملين في المجتمع المدني. وصلت الفكره سياده المستشار. نقطة أخيرة من فضلك عايزين نفهمها، قبل كده شايفين إنه رفع السن القانونية وقت نظام مبارك كان ليها استغلال وهدف سياسي، خفض سن التقاعد أيضا له هدف واستغلال سياسي في عهد مرسي؟ آه طبعا، يعني هتديني فرصة إن أنا أوضح لك. وبإيجاز من فضلك. بإيجاز شديد، مسألة رفع سن التقاعد أصلا كانت مطلبا للاحتفاظ بالخبرات السابقة على منصات القضاء، تعمل بتعلم أجيال وتنقل خبراتها الى قضاء الاحدث. اما ما حدث في ظل نظام الرئيس حسني مبارك ان رفع السن تم على 4 مراحل، وتم بقصد الابقاء على شخصيات معينه في مواقع قياديه معينه تدير العداله. الان وهذا هو الاستغلال السياسي الذي اقصده. اما الان فالنظام الحاكم يقصد التخلص من عدد بالجمله، يعني خفض سن التقاعد لل 60 او ال 65 سنه، اذا ل 60 سنه معناه التخلص من عدد يجاوز ال 3000 قاضي. تحت دعوة ما يتحدثون عنه من تطهير القضاء، وهو لفظ معيب وغير لائق الحديث فيه. ومن قال ان الفاسدين فقط هب أكثر من سن التقاعد؟ نحن لدينا من يستحق الإصلاح، ولكن ليس بهذه الطريقة ولا بهذا الأسلوب. الإصلاح في القضاء لابد أن يتم من داخله وبشكل يحترم القانون وتبقى للقواعد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية. تمام. المستشار أو السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء بيؤكد إنه السيد الوزير مستمر في أداء عمله لحين التغيير الوزاري، ده حقيقي؟ أنا وزير العدل كان في مكتبه لغاية أمس الساعة 5، وأظن أنه سيباشر عمله النهارده، وأظن أن لو كان هناك عقلاء في هذا البلد فلابد أن يبقوا على أحمد بكي وزيرا للعدل حفاظا على هذا البلد وعلى القضاء المصري. يعني حضرتك بتطالب بالإبقاء على سيادة المستشار كوزير العدل؟ هذا رأيي شخصيا. هذا رأي شخصيا. عليهم أن يسحبوا مشروع القانون الذي تقدموا به وأن يوقفوا هذه المهزلة ويبقوا الوضع حتى يحدث تغيير حقيقي والمأمول. طيب. تقدم السيد الوزير باستقالته، هل ستتقدمون أنتم أيضا كمساعدي الوزير باستقالتكم؟
لا دعيني اقول ان لكل حادث حديث. اذا كان اذا تولى وزاره العدل من يتبنى افكارنا وسيكمل معنا خطه العمل التي بداناها سنكمل. اما ما عدا ذلك نحن اصحاب قضيه يا استاذه وليست القضيه قضيه اشخاص. نحن اصحاب قضيه اصلاح. اذا جاء من يكملها معنا سنكون الى جانبه. اما لا فسننتقل الى مناهضته حتى مش شكرا مجرد تركه يعني. شكرا جزيلا سياده المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل. تعالي حضرتك استاذ عصام. يعني سيادة المستشار قال الخلاصة الحقيقة. في أيام مبارك كانوا بيطيلوا سن المعاش حفاظا على النظام وإبقاء شخصيات بعينها علشان تطبخ قوانين وتفصل قوانين أو تصدر أحكام على مزاج النظام الحاكم. بعد الثورة افتكرنا أن احنا هنعمل دولة مؤسسات وهنعمل دولة حريات وعدالة وكرامة ومؤسسات مستقلة. اللي بيحصل من النظام الحالي هو يعني أسوأ من النظام السابق، لأنه مسألة إخراج 3000 قاضي، الهدف المراد منها يمكن الجملة دي ما لحقش المستشار يقولها، هي إحلال وتبديل هؤلاء القضاة بقضاة تبع جماعة الإخوان المسلمين من أجل إخوانة القضاء، ويعني تفصيل بقى قوانين وتفصيل أحكام. وطبعا بورصة التوقعات مستمرة ومتصاعدة ورائجة، وبتدخل فيها كل يوم أسماء جديدة. الشروق بتتكلم على أنه المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي مرشح ليشغل منصب وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية. أما المستشار إبراهيم الطويلة وهو نائب رئيس محكمة النقد السابق والمتواجد حاليا بالكويت، فهو مرشح لتولي وزارة العدل، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد جاد منصور مرشح لتولي وزارة الداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم، رئيس المكتب الفني خلفا للنائب العام والمستشار حامد راشد محافظ للمنوفية، لجنة رئاسية لتقييم الوزراء وتحديد الوزراء المستبعدين. المصادر بتقول للشروق التعديل بيشمل العدل والإعلام والبترول والكهرباء والتخطيط والبيئة، وفي إضافة أيضا حديث عن وزارة الزراعة ووزارة الاستثمار. وكشفت المصادر برئاسة الجمهورية أنه الرئيس مرسي التقى رئيس الوزراء أمس الأول للاتفاق على الخطوط العريضة للتعديل الوزاري الوشيك وطرق تحديد الحقائب الوزارية. الأهرام توقعات بتغيير 8 وزراء و10 محافظين وبشر نائب لرئيس مجلس الوزراء وطلعت للشؤون القانونية. يعني المستشار طلعت عبد الله كل التوقعات بترشحه ان هو يكون وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية. اما السيد محمد علي بشر وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية السابق فمرشح لان يحتفظ بوزارته وفي نفس الوقت يصبح نائب لرئيس الوزراء. هو نفس اسلوب التحايل اللي كان بيعمله النظام القديم. يعني كانت الناس، ولكن الواضح انه هشام قنديل رئيس الحكومه هو باقل. ما هو ده نوع من التحايل. يعني مضحكه جدا حكايه انه تغيير وزير الزراعه ومحافظ مش عارف البحر الاحمر، يعني وكان دي مطالب الناس هتتحل لما يغير وزير الزراعه او يغير محافظ هنا او هناك. المطلوب تغيير شامل وتغيير جذري لتفكير هذا النظام وطريقة تعامله مع مطالب الشارع. إذا ده لم يتحقق فليتوقعوا يعني كارثة كبيرة سيكون هم أول ضحاياها. يعني رأيي النهاردة في الجمهورية صفحة 7 تصريحات لمهندس خيرت الشاطر نائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. التصريحات الحقيقة كانت على سلم الطيارة وهو متوجه إلى قطر ومنها إلى ماليزيا. قال لن أترشح للرئاسة ولا أريد أي منصب قيادي، أوافق على الإفراج عن مبارك مقابل 50 مليار دولار، وأؤيد تحديد سن الرئيس ما بين 50 و60 سنة علشان يكون قادر على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة. سئل إن كان قد اتفق مع أو عقد صفقة مع سوزان مبارك للإفراج عن زوجها وابنيها مقابل 102 مليارات دولار، فقال يا ريت ده يحصل، أنا نفس شخصيا موافق لو
ب50 مليار، على أن يتم ذلك بعد استفتاء شعبي وأنا ليس لي أي صفة لعقد صفقات. يعني ما هو المشكلة إن إحنا مش بنصدق كلام الجماعة. يعني المشكلة إنه إحنا على مدار السنتين ونص اللي فاتت كلام بيتقال وتاني يوم بيتقال عكسه، نفي بيحصل وبعدين بنشوف إنه بنتأكد إنه ده حصل. ما بقاش في مصداقية. يعني كل الناس عارفة إن المهندس خالد الشاطر هو اللي بيدير الجماعة، وهو اللي بيوجه سياساتها، وهو وراء كل ما يحدث، أو يعني أحد العقول الأساسية لكل ما يحدث في مصر. معروف إن هو بيعقد الصفقات مع الجميع، وهو أستاذ في عقد الصفقات، وكلامه حتى اللي بيقوله يعني لا هو نفي ولا هو إثبات. يعني السؤال هل اتفقت مع سوزان مبارك ومع عائلة مبارك على عقد صفقة؟ فالإجابة يا ريت. يعني طيب انتوا بتلوموا ليه القضاء اللي بتروح له قضايا أصلا رايحة فاسدة ان هو بيحكم ببراءات اذا كان القضايا نفسية رايحة مش مظبوطة، واذا كنا احتكمنا للقضاء طيب ما نستنى احكام القضاء؟ يعني بنمارس باي حق اي حد ممكن يعقد صفقه مع متهم امام القضاء؟ وطبعا النهارده الجلسه اللي تم تحديدها لنظر استئناف النيابه على قرار اخلاء سبيل الرئيس السابق ونجليه في قضايا قتل المتظاهرين، من المفترض ان يصل مبارك الى مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ولكن الواضح أن الأمور هادية حتى اللحظة. احنا معانا حسام حداد يا شباب. طيب بعد قليل هيكون معانا حسام علشان يقول لنا على تفاصيل الوضع والمشهد هناك. يعني الواضح أنه كل مرة بتقل، كل جلسة كل محاكمة بيقل فيها أعداد المتواجدين سواء من الأنصار أو من المعارضين. في الحقيقة قضية مبارك تراجعت في الخلف كثيرا، لأنه الناس ليها يعني اللي هي فيه النهاردة وبكرة بقى أهم، بقى مخاوفهم من الحاضر ومن المستقبل أكبر من إدانتهم للماضي. يعني بعد الثورة كان الناس عايزة يعني تحاسب هذا النظام اللي تسبب في تخريب البلد على مدار عقود. لكن اللي بيحصل في البلد دلوقتي كل الناس بتقول لك انه أسوأ من اللي كان بيحصل، وبالتالي الناس خايفة ومهمومة بما يدور الآن وبما يمكن ان يدور غدا اكتر بكتير من محاكمة مبارك، خاصة انه طريق المحاكمات اللي احنا الأغلبية يعني ارتضيته واللي كانوا بيتولوا شؤون البلد أقنعوا الناس به في ذلك الوقت، بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، بما فيهم وعلى رأسهم جماعة الإخوان، لكن إنه الشرعية الآن هي شرعية قانونية دستورية مش ثورية، وإن احنا مش عايزين محاكم ثورية علشان نقدر نرجع الفلوس ونقدر مش عارف نعمل إيه، والآن يفكرون في محاكمته السياسية دلوقتي عايزين يحاكموا ثوريا. ولا الفلوس رجعت ولا عملنا محاكمات ثورية ولا عملنا حاجة، يعني وضاع الوقت وأحكام نتيجة للمستندات. فالحقيقة الناس ليها حق إن هي تفكر في إنه تنقذ النهاردة وتنقذ بكرة وتترك الماضي بقى خلاص للمصير. يعني على الأقل حتى نؤجل الحديث فيه أو نؤجل محاسبته إلى أن يعني نشوف إيه اللي بيحصل النهاردة. والبعض بينشغل بهموم الحياة وتفاصيلها وتحديات أكتر تاركا الماضي، ولكن البعض يأبى ألا يترك الماضي ويصمم أن يجمل شكل نظام سياسي عرف بفساده واستبداده ودكتاتورياته. طبعا البعض بيحاول أن يقارن بين ظروف الآن وظروف ما قبل الثورة، وطبعا هي كلمة حق يراد بها كل الباطل. ولكن بنتكلم النهاردة على حوار مع
السيد فريد الديب محامي الرئيس المخلوع اللي بيقول لا يجوز محاكمة مبارك سياسيا. الرئيس السابق لم يبدي الندم على أي شيء ولا يحمل جمال المسؤولية. رفض السفر خارج مصر وقال ليه أسيب البلد، أنا ما عملتش حاجة. موقعة الجمل كانت مقلب في مبارك والمنفذون من الأخوان. شخصية كبيرة قالت لمبارك في 2004 كيف تمشي من الحكم، عليك الانتظار لحين تدبير البديل. مبارك هب في نتنياهو عندما اقترح إعطاء جزء من سيناء لحماس. المخابرات الحربية رصدت اتصالات بين حماس والأخوان ليلة 27 يناير، ومبارك حزن لعزلة طنطاوي وعنان وقال الجيش بيتعرض لعملية غدر. هل هي عملية تجميل؟ هل هي عمليات تجميل؟ هل هي مجرد آراء؟ هل بترى تخوف من يعني هذه التصريحات، ولا أنها متوقعة يعني من محامي متهم في النهاية؟ صحيح طبعا جزء من الكلام ده كلام محامي شاطر الحقيقة في وجيد يعني الدفاع عن موكله. لكن ورا ده كمان احنا امام نظامين بيتصارعوا على مصر. الحقيقة ان النظامين عمرهم الافتراضي انتهى، لكن بيحاولوا يتشبثوا بالحياة. بيتصارعوا وعلى مين اللي اقل سوءا فيهم، مش مين الافضل. وكلامهم حتى لا يعني تلاقي انصار نظام مبارك يقولك شوف الاخوان بيعملوا ايه عشان تعرفوا احنا كنا ارحم. وبعدين لما تكلمي اي حد من الاخوان يقولك يعني وانت كنت تقدر تعمل كده ايام مبارك، وكأن سوء عهد مبارك يبرر انه العهد ده يبقى سيء بس اقل سوءا شوية في وجهة نظرهم. فالحقيقة النظامين هما وجهين لنفس العملة، وده اللي ناس كتير مش قادرة تفهمه، انه هذه النماذج هي افراز لنظام مبارك. صحيح. هذا الجهل وهذا والرغبة في الاستحواذ كمان على كل شيء، يعني ما بقاش في أحزاب، ما بقاش في قوى سياسية، ما بقاش في تيارات سياسية تقدر تناضل في الشارع أو تشتغل على قواعد في الشارع علشان يبقى لها أنصار. ما بقاش في الحد الأدنى من المعرفة والثقافة عند الناس. كل ده هو إفراز نظام مبارك اللي استغلوا النظام الجديد، واللي هم نفسهم هم إفراز برضو لهذا النظام. ومهم الحقيقة هنا قراءة رسالة المناضل والمكافح والسياسي المصري المحترم حسن مصطفى، والمحبوس دلوقتي في سجن العرب. وطبعا يعني حسن مصطفى كان من أوائل من دقوا يعني مسامير في نعش نظام مبارك بعدما كشف الجريمة اللي تعرض ليها خالد سعيد وأدت لاستشهاده ومقتله على يد رجال الداخلية. وطبعا بيتم التنكيل به زي آخرين موجودين، ولكن هو بالفعل في رسالته الستة من خلال يعني كتبها من معتقله أكد فيها أنه يعني وجه أو وجهين لعملة واحدة، سواء نظام مبارك أو النظام الحالي. الوطن النهاردة بتتكلم على 3413 معتقل في أول 9 أشهر من حكم مرسي، 90% من المعتقلين في القاهرة، 210 خلال فض اعتصامات، و69 محاكمات عسكرية ونتاج محاكمات عسكرية. الإحصائية دي حصلت عليها الوطن من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وحملة حقي دولة الحقوقية بشأن أعداد المعتقلين في أحداث التظاهرات المختلفة. الحقيقة أنه دي بتكون تقارير مهمة وإحصائيات مهمة، ولكن التقارير الحقيقة إزاي بيتم التعامل معها؟ خلونا نتعرف من خلال تقريرنا التالي، مؤتمر وراكم بالتقرير مجموعة من النشطاء السياسيين بيرصدوا حجم ما كان من تجاوزات في حق المواطنين بشكل عام خلال أحداث مختلفة، وتم رصدها في لجنة تقصي الحقائق وتقريرها، ولكن لم يتم التعامل معها على الإطلاق. خلونا نروح نشوف تفاصيل هذا المؤتمر وراكم بالتقرير. جزء من الهدف الأكبر من اللي بتسعى إليه وراكم بالتقرير، بعيدا عن خبطات صحفية وبعيدا عن تسريبات، إنما أقامت مجموعة وراكم بالتقرير مؤتمرا صحفيا لعرض تقريرها الأول بعنوان لجنة تقصي الحقائق محلك سر. التقرير بيتناول
حوالي 6 وقائع اللي هم احداث 25 يناير وفض اعتصام 9 مارس والسفاره الاسرائيليه الاولى والثانيه ومجلس الوزراء احداث مجلس الوزراء ديسمبر 2011 والعباسيه الثانيه اللي هو احداث فض اعتصام وزاره الدفاع في مايو 2012. كما رصد تعامل مؤسسات الدولة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق والبحث عن أدلة حول جرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم. من وجهة نظر مجموعة ورقم التقرير أن التقرير تم التعامل معاه يعني تم التعامل معاه بشكل سياسي بحت، وده كان حتى بيبقى واضح جدا في الإعلام أن ساعة أحداث بورسعيد يقال إحنا تقرير لجنة تقصي الحقائق هيتقدم والمحكمة عشان بس يهدي الرأي العام، فالتقرير بقى تقرير لجنة تقصي الحقائق بقى لعبة بيستخدموه في الوقت اللي هم عايزين يستخدموه فيه. أطلقت مجموعة وراكم بالتقرير خلال المؤتمر الصحفي مبادرة رصاصات الثورة الأربعة. مبادرة الرصاصات الأربعة قايمة على فكرة إن هو يعني رصاصات النظام بتنطلق أو بتطلق ناحية أبناء الوطن من ساعة أيام الثورة ويمكن من قبل كده وخلال المرحلة الانتقالية، ولأن العدالة بتقتضي إن هو رصاص برصاص، فإحنا كمان كمجتمع مدني وكثوار محتاجين إن إحنا نطلق رصاصاتنا، واللي إحنا بنبتديها بالأربع مطالب بتاعتنا أو الأربع رصاصات بتاعتنا اللي هي متمثلة في مطالب كلها تحقق لنا القصاص من قتلة الثوار. كل رصاصة فيهم بتثبت صورة معينة في اتجاه معين، وأنا الرصاصة اللي بنقلها داخل البرلمان لأن دي خاصة بتثبيت صورة تشريعية أو قانون تشريعي نقدر نتابع به الفاسدين من زمان مبارك إلى وقتنا الحالي. ننزل قصاص رادع أو عقاب رادع بكل من امتص أموال الشعب المصري. حسن معتز زي الشمس. علشان يبقى برضو رادع.